طيب من وجهة نظرك بقى، لو انا هسألك عن افضل لاعب من وجهة نظرك لغاية دلوقتي، بلينجهام في دوري ابطال اوروبا وخارج دوري ابطال طب اوروبا، في رأيك برضو ايه بلينجهام جه. اسباب ان هو يعني شايفين مستوى طبعا اسطوري زي ما قلنا، شايف ايه اسباب المستوى ده؟ امكانيات اللاعب، اللاعب عنده قدرات كبيره جدا سواء على المستوى البدني ومستوى الذكاء، ودي اهم حاجه، قرايته للملعب، قراراته وتوقيت قراراته، بيعمل المناسب للموقف، مش قرارات عنتريه، هو مناسب ان انا هسدد، مناسب ان انا هتحرك، التزامه التكتيكي، التزامه الدفاعي، داخل منطقه الجزاء بيسجل براسيات، بيسجل من خارج المنطقه، عنده مهارات شبه متكامل، فصفقه قويه جدا وبيقدم اداء كبير، ويمكن بلينجهام في مباريات كتيرة انقذ ريال مدريد من تعادل او خساره بتسجيله في اهداف في الدقائق الاخيره، فعنده جرأه وعنده اصرار ان هو يفوز، وعنده اصرار ان يلعب باسلوبه امام اي خصم، فده ايوه تمام. طب وافضل بقى فريق من وجهه نظرك قبل ما نختم حلقتنا؟ في دوري الابطال برضو نيوكاسل، لان نيوكاسل. هم ماشيين بشكل انا كنت كويس جدا، متوقعه الاجابه دي. هم ماشيين بشكل مبهر بصراحه.